رحل مارادونا، رحل المبدع والأسطورة، رحل من غرس عشق كرة القدم في قلوب الصغار قبل الكبار، في نفوس الفقراء قبل الأغنياء. شكل خبر وفاة دييغو أرماندو مارادونا صدمة كبيرة نزلت كالصاعقة على عشاق كرة القدم العالمية الذين يعتبرون الأرجنتيني من أفضل اللاعبين الذين داعبوا الساحرة المستديرة على مدار التاريخ. مر مارادونا في مساره الكروي عبر العديد من المحطات، وجاور خلال السنوات التي قضاها فوق المستطيل الأخضر العديد من الأندية الأرجنتينية والأوروبية قبل أن يعلق حذاءه موسم 97-900 و1000. انطلق مشوار مارادونا الاحترافي عندما كان يبلغ 16 عاما، حيث التحق بأرجنتينوس جونيورز عام 76-900 و1000 واستمر معه لخمس سنوات. سجل اللاعب الموهوب 115 هدفا بقميص فريقه أرجنتينوس قبل انتقاله لبوكا جونيورز منتصف الموسم، حيث نجح في التتويج برفقتهم بأول بطولة للدوري عام 82-900 و1000. انتقل مارادونا لبرشلونة مباشرة بعد كأس العالم 82-900 و1000 بصفقة قياسية بلغت 5 ملايين جنيه استرليني. ورغم تحقيقه لكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية، إلا أن مسيرة دييغو رفقة النادي الكتالوني عرفت مدا وجزرا بسبب كثرة الإصابات وبسبب مشاكله المتواصلة مع إدارة الفريق، الأمر الذي دفعه إلى الانتقال في صفقة قياسية إلى نابولي الإيطالي سنة 86-900 و1000. بلغ مارادونا مع نابولي أوج عطائه الكروي، وتمكن من قيادة النادي للفوز بلقب الدوري الإيطالي في مناسبتين ولقب لكأس إيطاليا، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي سنة 90-900 و1000. بعد أن خاض 6 مواسم بقميص نابولي، عوقب مارادونا بالإيقاف 15 شهرا إثر سقوطه في اختبار تعاطي الكوكايين، كما واجه عقوبة الحبس ل 14 شهرا مع وقف التنفيذ. وهنا كانت بداية النهاية، حيث وجد نفسه مضطرا لمغادرة إيطاليا. انتقل مارادونا سنة 92 ليجاور إشبيلية الإسبانية في تجربة لم تكلل بالنجاح، ليحط الرحال بعدها في الأرجنتين عبر بوابة نيول أولد بويز قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا من بوابة بوكا جونيور سنة 97-900 و1000. شارك مارادونا في 4 نسخ من نهائيات كأس العالم، أولى سنة 82-900 و1000 التي غادر فيها الأرجنتين من الدور الثاني، قبل أن يعود إلى قيادة بلاده للتتويج باللقب العالمي سنة 86-900 و1000، وهي النسخة التي اشتهر خلالها بحيلة خدع بها الجميع إثر إحرازه لهدف بيده. واستطاع مارادونا مرة أخرى في نسخة كأس العالم 90 قيادة بلاده للمشهد الختامي، قبل أن يعود بعدها للمشاركة في مباراتين فقط في نهائيات مونديال 94 الذي أبعد منه بسبب مشاكل تتعلق بالمنشطات، لتنتهي بذلك مسيرته الدولية التي دامت ل17 عاما.
أنهى مارادونا مسيرته الكروية عام 97، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية بعد أن ظل مدمنا على المخدرات. وبعد الإقلاع عن تعاطي الكوكايين تحول مارادونا لشرب الخمر، الأمر الذي أدى به إلى دخول المستشفى في بوينس آيرس عام 2007 عقب تدهور صحته بسبب استهلاكه المفرط للكحول. في العقدين الأخيرين تحول مارادونا إلى التدريب، لكن مشواره لم يكن ناجحا سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو مع الأندية التي أشرف على تدريبها في الإمارات والمكسيك. رحل مارادونا تاركا وراءه إثرا كرويا ستخلده الأجيال. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.